مشاهدينا الكرام، احنا شايفين دور الدولة المصرية في تنشيط السياحة، خاصة ونحن نستقبل في هذه الفترة مؤتمر المناخ COP27. انها فرصة مهمة جدا لإظهار ما لدينا من مقتنيات، ما لدينا من آثار الحقيقة نفتخر بها جميع أنحاء وعلى جميع أنحاء العالم. معنا لأتعلق على هذا الخبر الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار. أهلا بحضرتك يا دكتور. كل التحية أستاذ رنا، والحياة لحضرتك، وألف مبروك لمصر نجاح مؤتمر المناخ، وإن شاء الله دايما في تقدم وازدهار بإذن الله رب العالمين. يا رب. طبعا كان هناك اليوم يعني اجتماع ما بين الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء فيما يتعلق بتحقيق التكامل والتناغم ما بين المتحف المصري وما بين المناطق المؤدية إليه. وطبعا وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحديدا بالاهتمام بهذا الأمر، لأنه تعتبر أو يعتبر له دور مهم جدا في تنشيط السياحة. إلى أي مدى حضرتك ترصد هذا التطور في هذه الفترة تحديدا يا فندم؟ والله يا فندم، اجتماع السيد الرئيس في حد ذاته أنا بعتبره شيء يعني مهم جدا جدا، لأن الناس كتير جدا ما تعرفش إن السيد الرئيس هو يعني رئيس مجلس الإدارة بالنسبة لهذا المتحف. نعم. وده يعني شرف وفخر، ودي كده احنا زباينا زي المتحف. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو رئيس مجلس الإدارة للمتحف المصري. لأن عارف المتحف المصري الكبير. نعم. مش هيبقى مجرد موظفين ومدير، لا، الموضوع أكبر من كده. احنا بنتكلم على أكبر مؤسسة ثقافية اقتصادية ترفيهية في العالم. نعم. وبالتالي احنا مش بنتكلم على مجرد متحف، ولكن احنا بنتكلم على مشروع ضخم جدا جدا هيكلف اكتر من مليار و200 مليون. متوقع ليه ان هو هيزوره 5 مليون سائح، مش مجرد اثار فقط، ولكن هو 45% اثار، والباقي كله هيبقى عباره عن يعني حاجات، هيبقى سينما ومسرح واوبرا وعروض فنيه ومنتجات عالميه وبراندات. وبالتالي احنا بنتكلم على مؤسسه اقتصاديه، يعني ان كان غالب على الطابع الثقافي ولكن هي اقتصاديه وترفيهيه في نفس الوقت. نعم. فوجود السيد الرئيس على راس هذا الاجتماع هو يعني شيء فخر. تاني حاجة إن نوع من الدعاية، وبيقول لكل الدنيا إن قوة مصر الناعمة، لأن أعتقد إن خبر زي كده يكون كله في وسائل الإعلام، وبالتالي وسائل الإعلام المحلية والعالمية. نعم. هتشير لهذا الخبر، فإن السيد رئيس الجمهورية بنفسه في وسط هذا الزخم وفي ظل مؤتمر المناخ اللي كان فيه يعني ناس كتير جدا ربنا يديله الصحة، فإن هو يبقى فاضي أو يفضي جزء من وقته لهذا الحدث، فأنا بعتبره شيء فارق. الشيء الثاني اللي عجبني جدا زرانيا هو دايما إحنا كنا بنهتم بالمكان وبنهتمش بالبيئة اللي حواليه، ولكن النهارده كان السيد الرئيس له توجيهات واضحة، يجب الاهتمام بالبيئة المحيطة بالأثر بالطرق المؤدية للمكان اللي هنزوره، بحيث المحاور المرورية تكون سالكة، يبقى عندي مطار زي مطار أكتوبر ومطار القاهرة. جميل جدا يا فندم. طيب دور هذا الاهتمام بالبيئة المحيطة والطرق المؤدية من وإلى المتحف والمناطق المحيطة، كيف يمكن أن يثري أيضا السياحة، وكيف يمكن أن يؤثر على نسبة أو على نسبة توافد الزوار سواء الداخلين المصريين أو الأجانب إلى المتحف المصري؟ والله انت عارفه حضرتك ان المكان اختياره تم، يعني احنا بنتكلم في متحف من 2002 وهو يعني يبنى، وبالتالي بنتكلم عن مكان اختياره كان ساحر جدا، لانه موجود يعني ما بينه وبين منطقه الاهرامات حوالي 2 كيلو وشويه. نعم. فالمكان هو في حد ذاته مكان سياحي، وفي بعض فنادق كتير جدا بكل المستويات، فالمكان الناس كمان اللي قاعدين في هذا المكان كلهم مؤهلين لفكره السياحه، السياحه عندهم مش غريبه، لان ما فيش بيت بيشتغل في هذه المنطقه وموجود في هذه المنطقه الا ما في حد بيشتغل في مجال السياحه. نعم. والسياح وجودهم وحركتهم مش غريبه على الناس اللي موجوده، وده عامل مهم جدا جدا، فاحنا كنا محتاجين هذا المكان، فالمكان عبقري، فبالتالي زي طبيعه سهوله الوصول اليه ده مهم جدا، سواء عن طريق الطائرات اللي هتيجي عن طريق مطار اكتوبر او المحاور المروريه، لان كان عندنا دايما مشاكل في شركات السياحه، بيقول لك انا ما بقدرش انفذ البرنامج بتاعي عشان في مشاكل في المرور، وبالتالي شبكه الطرق اللي موجوده وطرق وسهوله الوصول لهذا المكان، وجود فنادق كمان قريبه من المكان، بحيث ان انا ممكن يبقى السياح يسكنوا في هذا المكان، ان كمان المتحف مش مجرد متحف زياره، لا، ده بالليل هيبقى في عروض فنيه وسينمائيه واوبرا. نعم. واشياء ثقافيه الحقيقه وانسانيه ستقدم الى الجميع الحقيقه. فبالتالي طيب. احنا بنتكلم مشروع مهم جدا 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 مش لمصر. جميل. ولكن زي ما قال السيد الرئيس يمكن من عده سنوات، كلمه دايما بحب اذكرها له، ان هو هديه مصر للعالم، وعارفه حضرتك زرانيا عندما مصر تقول ان هي هتدي هديه للعالم، بعتقد الهديه بقدر الايه؟ بقدر المهده والمهده اليه، فهي مصر، وعندما بالتأكيد. تقدم مصر هديه يبقى شيء مهم جدا. طيب فيما يتعلق بقطاع السياحه، بالتاكيد قطاع السياحه من القطاعات الهامه جدا بالنسبه لتوفير الدخل القومي وايضا العمله الصعبه الى
مصر فيما يتعلق بالإصلاح التشريعي والمؤسسي لقطاع السياحة تحديدا، كيف ترى الوضع في عهد الجمهورية الجديدة، خاصة ونحن نستقبل زوار من جميع أنحاء العالم وهم شهود عيان على ما يحدث الآن من طفرة في جميع المجالات وعلى رأسها قطاع السياحة؟ هجاوب على حضرتك. في عدد من الزعماء والوزراء اللي كانوا مشاركين في مؤتمر كوب 27 زاروا الأماكن الأثرية وزاروا الأماكن السياحية، كانت نظرة الرضا مهمة جدا. وأرجوكي ارجعي للقطات بتاعة رئيس فنزويلا وهو بيزور منطقة الأهرامات ومعه أسرته أولاده وزوجته، وبيتصرف كأنه إنسان جاي يزور منطقة. نظرة الرضا كبيرة جدا جدا، نعم، في عينيه معظم الذين زاروا وشفنا الصور بتاعتهم والفيديوهات. يعني احنا ما حضرتك عايزة تشوفي احنا حققنا شيء أو ما حققناش النتيجة، شوفيها في عيون اللي بيزوروا هذا المكان. فبعتقد ان زيارة الناس أو الصور التي وجدت في وسائل الإعلام عن زيارة الرؤساء وغيرهم لهذه الأماكن شيء مهم. احنا استاذ رانيا بدانا زي ما بنقولوا ان بزي العالم نلعب سياحه، نلعب سياحه صح، لان عارفه حضرتك السياحه هي صناعه، وبالتالي الصناعه مهمه جدا جدا. فاحنا بدانا مش بنخترع علاج زي بيقولوا، ولكن مصر مش بقدر 14 او 12 مليون، احنا المفروض نبقى دوله زي اسبانيا زي ايطاليا. ودايما ناشونال جيوغرافي لو حضرتك شفت الاسبوع اللي فات والسي ان ان ناشونال جيوغرافي قالت ان مصر من ضمن 25 مقصد بيتصدروا العالم في السياحه، السي ان ان قالت ان احنا من ضمن رقم 10 او 10 يعني مناطق السياحه. وبالتالي احنا دوله مهمه وكل العالم عرفنا، بس احنا كانت مشكلتنا هي الماركتنج. ولكن دلوقتي اختيار السيد وزير السياحه والاثار، وهو راجل يعني اقتصادي وبيعرف يعني بيشتغل في هذا المجال بقى له عمره، راجل في البنوك وبالتالي استثمار. فاحنا دلوقتي الدكتور خالد العناني في فترته يعني بدا افتتاحات واكتشافات وانشاء متاحف، فدلوقتي حان وقت الايه القطاف بقى. احنا طيب يا فندم عفوا للمقاطعه، حضرتك اثرت نقطه مهمه ومفهوم مهم جدا وهو الماركتنج او التسويق، سياسه التسويق وكيفيه التسويق للسياحه في مصر والاستثمار ايضا في مجال السياحه. احنا النهارده شفنا المدن الذكيه، شفنا طبعا ايضا المدن الخضراء، احنا شفنا مدينه زي شرم الشيخ الحقيقه اكثر من 90% منها تحولت الى مدينه خضراء ومدينه ذكيه والكل شهود عيان على ذلك. الى اي مدى يمكن ان يسهم هذا التطور ربما في حلحله المشكلات الخاصه بالسياحه والتي كانت موجوده مسبقا وزياده نسبه الاستثمار ايضا في هذا المجال؟ بشكر حضرتك السؤال ده، وهرجع لحضرتك. من يومين بالظبط السيد وزير السياحه والاثار وقع يعني بروتوكول مع جهه انمائيه معينه من الامم المتحده بحيث ان هو يحول كل المتاحف وكل المناطق الاثريه الى الطاقه النظيفه. جميل. بحيث ان حضرتك لما تروح اي مكان اثري او مكان سياحي هيستعمل هذا الموضوع. كمان طلعوا شهاده اسمها الشهاده الخضراء، اي فندق هيحصل عليها هيبقى له تخفيضات وهيبقى له في اشياء اخرى. وبالتالي في مجال السياحه والمناطق الاثريه ان شاء الله خلال يمكن 3 أو 4 سنوات انا بعتقد ان كل المناطق دي تبقى للطاقه الخضراء وهتتحول للطاقه النظيفه. ويمكن حضرتك شفتي الرئيس بايدن لما يعني وفر لمصر 500 مليون دولار نتيجه لانه شاف رغبه مصر في النية في الطاقه المتجدده وطاقه الرياح والشمس، وبالتالي احنا ماشيين زي ما بيقولوا في المسار الصحيح. ولكن انا يهمني باعتباري يعني مع حضرتك مع يعني اعلاميه قديره، اتمنى استرانيا احنا عندنا مشكله في مجال الاثار وهي مشكله الايه التغيرات، اثر التغيرات المناخيه على الاثار المصريه. باتمنى ان تطلق يعني مبادره من خلال حضراتكم كاعلاميين، لان لو استمرت هذه المعدلات اللي هي التغيرات المناخيه هتاثر على كثير من الاثار المصريه، خاصه الاثار اللي بتقع على السواحل وعلى النيل، لان عارف حضرتك هيبقى عندنا مشكله ودرجات حراره ارتفعت، وبالتالي هذه الاحجار واحنا بدانا نشوف بعض المشاكل على بعض اثارنا. فنتمنى ان تكون في مبادره دوليه لمحاوله المساهمه، لان اثارنا اذا كانت موجوده في ارض مصر ولكن هي تراث عالمي لابد ان العالم كله يتكاتف من اجل الحفاظ على هذه الاثار. احنا شايفين يا فندم على الشاشه صوره رئيس فنزويلا وهو يزور الاهرامات ويعني كميه وبصراحه يعني الفرحه والاندهاش والتقدير على ملامح رئيس فنزويلا. وان دل ذلك على شيء فانما يدل على عظمه مصر ودورها ايضا في استقبال هؤلاء الزوار ودورها ايضا في تنشيط السياحه في جميع مناحيها. سؤالي الاخير لحضرتك يا فندم، السياحه والاقتصاد. حضرتك اشرت الى ان جو بايدن والمانيا ايضا خصصوا 500 مليار دولار الى تحديدا
موجوده منصه نوفي او ان دبليو اف اي، وهذه المنصه هي ركيزه للمياه والغذاء والطاقه. طيب بالنسبه للسياحه، حضرتك اشرت ان هي مهمه جدا ان احنا نحاول ان احنا نحميها من اثر المتغيرات المناخيه. طب هل من رؤيه معينه حضرتك تطرحها من خلال هذا البرنامج من اجل طرحها خلال الفتره القادمه؟ وطبعا هي رؤيه مهمه جدا خاصه ونحن نستقبل مؤتمر المناخ كوب 27. والله يا فندم انا يعني دايما حاجه اتمنى ان يكون هناك بروتوكول تعاون بين وزاره البيئه وبين وزاره السياحه والاثار. نعم. وبين المنظمات العالميه، ونبدا نحط كاتيجوري كده لكل اثارنا، نشوف ايه الاخطار دي مثلا. هذا الاثر الخطر مثلا بتاعه رقم مثلا، نعمل رقم او لون احمر، الخط الثاني اكله شايب باصفر، الامن شايب بلون اخضر، ونتعلم نعرف حضرتك ان الاثر عامل زي المريض، ما اقدرش اعالج كله في نفس الوقت بنفس صحيح. الطريقه، كل اثر محتاج عنايه خاصه. اتمنى يكون عندنا خريطه والتوقعات. الاثار اولا نبدا بالاثار اللي على السواحل. نعم. زي ما موجوده في اسكندريه، زي اللي موجوده في شمال سيناء، وبما موجوده جنب النيل نبدا نتعامل معاها. ثاني حاجه الاثار اللي موجوده في بطن الارض برضه هتاثر بالمتغيرات المناخيه. الاثار اللي هي قريبه من الميه لازم نفكر فيها، فلازم يكون عندي خطه خلال مثلا 20 سنه انا هفعل ايه، لان عارفه حضرتك اذا استمر هذا الموضوع بهذا الشكل. نعم. 2100 انا بقول لحضرتك نسبه كبيره جدا، حوالي 25%، ودي في دراسات اتعملت هذا الموضوع، ممكن تندثر وممكن تتاثر. فارجو ان يكون هناك مبادره دوليه زي الذي اطلقها الله يرحمه الدكتور سارة عكاشه. نعم. سنه 59 لانقاذ اثار النوبه، فيجب اليونسكو، لان عارفه حضرتك اتفاقيه اليونسكو للاسف لما وقعت سنه 72 ما كانش فيها التغيرات المناخيه. فارجو ان مصر باعتبار ان مصر اكبر دوله حضريه واكبر دوله ممكن تتاثر، ارجو ان هي تطلب من هيئه اليونسكو بتغيير مبادره اللي هي حفظ وصون التراث الثقافي، بحيث نضيف يعني ملزمه اخرى او هذه اتفاقيه نقول لهم يا جماعه ان في حاجه اسمها التغيرات المناخيه، لان عارفه حضرتك اليونسكو فيها فلوس واحنا الحقيقه بنثق في الدوله المصريه، ودائما الدوله المصريه يتسع صدرها او يتسع صدرها تحديدا لكافه الرؤى وكل ما هو في صالح مصر في جميع القطاعات. الحقيقه شكرا جزيلا يا فندم لحضرتك، وتحياتي لحضرتك على هذه الرؤيه وعلى هذه المعلومات الثريه. شكرا جزيلا دكتور مجدي شاكر كبير الاثر ييم بوزاره السياحه والاثار.